اهلا بيكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. بعد ارتفاع سعر الدولار النهارده وكمان تعويم الجنيه المصري، هنتعلم ازاي نحضر سلسله كامله من الوصفات الاقتصاديه كبدائل صحيه، وكمان هنوفر كتير من شراء المنتجات من السوبر ماركت باسعار غاليه. في وصفه النهارده هنتعلم ازاي نحضر الزبادي اليوناني في البيت بمكون واحد، وكمان بطريقه اقتصاديه وسهله جدا في التحضير، وسر نجاح وتماسك الزبادي اليوناني، وهنتعلم ازاي نحضره بمنتهى السهوله والنجاح. عندي كيلو من الحليب، وكمان هبتدي اغليه كويس جدا. بعد الغليان هبتدي اوطي النار خالص على نار هادية علشان احصل على حليب كامل الدسم ما فيهوش اي مية زايدة. مهم جدا الخطوة دي عشان تديني سر تماسك الزبادي اليوناني وسر نجاح الزبادي. هرفع الحليب بعد مرور 10 دقايق من الغليان على سطح خشبي، هسيبه يبرد عشان احصل على قوام دافي للحليب. درجة حرارة الحليب بتكون تقريبا 50 درجة مئوية، انا مش عايزة الحليب ساخن جدا ولا بارد، دي درجة الحرارة المناسبة لتحضير الزبادي الناجح. عندي كوب من الزبادي اليوناني يكون بدرجة حرارة الغرفة علشان يديني نتيجة ناجحة جدا، وكمان سر تماسك ونجاح الزبادي ان تكون خميرة الزبادي بدرجة حرارة الغرفة مش باردة من التلاجة. ضفت كوب من الزبادي اليوناني على كيلو من الحليب وهقلب كويس جدا، هقلب من تحت لفوق، ولازم اتخلص تماما من اي حبيبات او حاجات زايدة جدا من الحليب. مهم جدا ان تندمج كل مكونات الحليب مع الزبادي علشان احصل على قوام متجانس جدا ما فيهوش اي تكتلات او حبيبات من تحت. زي ما احنا ملاحظين حتى بعد التقليب بالمعلقة هلاقي فيه حبيبات، ده دليل على انه ما تقلبش كويس. هبتدي دلوقتي علشان احصل على قوام ناجح جدا للمزيج الزبادي، خميرة الزبادي مع الحليب، هبتدي اخفقهم في اناء تاني بالهاند بلندر او بالخلاط علشان يديني نتيجة ناجحة جدا. لو سبت التكتلات دي موجودة من غير ما يندمج الحليب مع الزبادي هيكون في مية من فوق، وهيكون عندي الحليب مش متماسك ومش هيكون الزبادي ناجح. هخفق كويس جدا بالهاند بلندر لمدة دقيقة واحدة علشان اتأكد تماما ان كل خميرة الزبادي اندمجت مع الحليب. اتبعوا النصائح البسيطة دي هتحصلوا على زبادي يوناني ناجح جدا، اجمل من اللي بيتباع بره في المحلات، وطعمه حلو وكمان اقتصادي جدا وموفر جدا. في اكواب التقديم هبتدي اضيف في المهم جدا الاكواب اولا تكون جافه ما فيهاش اي نسبه رطوبه. هبتدي اضيف كميه الحليب مع الزبادي اللي خفقتهم، وهبتدي اضيفهم في فرن ساخن لمده 5 دقائق كامله. انا عايزه درجه حراره الفرن تكون دافيه. لو الجو بارد شوية، ابتدى عندنا الجو الخريف واجواء الخريف يكون الجو بارد شوية، هسيبه لمدة 10 دقايق، وبعد كده اتأكد تماما ان الفرن ما يكونش ساخن جدا، انا عايزة الفرن دافي عشان يعني اوفر للخميرة او الخميرة البكتيريا النافعة اللي موجودة في الزبادي تتفاعل وتنشط، وكمان احصل على زبادي ناجح جدا. بعد ما ضفت الكمية عملت حوالي تقريبا 6 أكواب ونص من الزبادي اليوناني، هبتدي ارفعهم في البوتاجاز لمدة لا تقل عن 6 ساعات. بعد مرور 6 ساعات هحصل على زبادي متماسك وناجح جدا، لانه وفرت له كل عوامل النجاح، ما فيهوش اي مية من فوق وكمان متماسك. هسيبه لمدة لا تقل عن 4 ساعات في التلاجة، وبعد كده هيكون عندي جاهز للاكل او جاهز لتحضيرات كتيرة. ممكن نستخدمه كوصفة غداء في صوصات كتير، زي ما اتعلمنا قبل كده تحضير صوص الطحينة مع الزبادي بيدي طعم حلو جدا، او ممكن نستخدمه كوجبة عشاء مع فاكهة خفيفة جدا، وهتكون وصفة صحية وكمان غنية ومفيدة جدا. شكل الزبادي متماسك جدا، ممكن لو عايزين نضيف ليه نكهات مختلفة علشان الاطفال مش بتحبه سادة، يبقى هبتدي اضيف ليه صوص فراولة، ممكن هنشكلها على اشكال زي ما يحبوا، خطوط عشوائية او وردات. الخطوة دي هيكونوا مبسوطين بيها جدا الاطفال.
ده طعم الزبادي بالفراولة، ده الطبق الأول. أو ممكن نضيف ليه صوصات كتير، ممكن نضيف ليه شوكولاتة مذابة، هيكون مبسوطين بيها جدا الأطفال. أو ممكن ده كان صوص التوفي اللي كنت محضراه في الفيديو السابق، ممكن ترجعوا له. هعمل بيه برضو أشكال وردات أو أي خطوط عشوائية زي ما تحب الأطفال. دي طريقة تحضير الزبادي اليوناني، اتبعوا الخطوات. لازم مهم جدا بعد غليان الحليب يكون عندي يغلي لمدة 10 دقايق كاملة، وكمان يكون متماسك جدا معايا، ده علشان يديني قوام ناجح جدا. اتخلص من كل البخار الزائد والمية الزايدة اللي موجودة في الحليب عشان يديني حليب كامل الدسم، هيساعدني على نجاح الزبادي اليوناني. قدمت ليكم الزبادي السادة، وكمان زبادي بصوص الفراولة وصوص الدولس ديليتشي، أو ممكن أي صوصات بتحبوها. حضروا طريقة الزبادي اليوناني بطريقة اقتصادية في البيت، موفرة جدا. من كوب واحد من الزبادي اليوناني عملت 7 أكواب من الزبادي اليوناني، وكمان بطريقة صحية وناجحة جدا وسهلة في التحضير. كل المكونات متوفرة في كل بيت، أنا عملت بمكونين فقط، هي خميرة الزبادي وكمان الحليب. بتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو انتم جداد على القناة انا حنان مصطفى، بقدم محتوى التغذية الصحية، وصفات خالية من السكر والدقيق والزيوت المهدرجة. واشوفكم على خير في وصفات صحية ولذيذة واقتصادية في فيديوهات جديدة قادمة ان شاء الله.